ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شهد حي التشارك بمدينة الدار البيضاء وتحديدا الشطر 17 ليلة الخميس الجمعة واقعة جد خطيرة تتمثل في اعتداء عصابة مكونة من 14 شخصا ضمنهم فتاة على 3 أشخاص من عائلة واحدة. وذكرت مصادر مطلعة لماروك أخبار يومية أن العصابة المذكورة اقتحمت أحد المحلات التجارية بواسطة الأسلحة البيضاء وهددوا شقيقين نظير مبلغ مالي، إلا أن الشقيقين لم يمتثلا لأوامر أفراد العصابة ليقوموا ببطر يدي الشقيقين، فيما قاموا بشرملة وجه شخص ثالث قدم للمحل من أجل التدخل. وأضافت مصادرنا أن العصابة وفور إقدامها على الاعتداء على الضحايا الثلاث لادوا بالفرار إلى وجهة غير معلومة. ومن جهتها فتحت الشرطة القضائية التابعة لمنطقة سيدي البرنوسي زناتا تحقيقا في حادث الاعتداء ليتمكنوا من القبض على 4 أشخاص ينتمون للعصابة، فيما لا يزال 10 أشخاص من بينهم المهاجمون الرئيسيون في حالة فرار. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.